بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال صعيد مصر. احنا النهاردة هنبتدي ورشتين عمل. ورشة العمل الأولانية عن الكونجينيتال هارت ديزيز. How to deal with a child with congenital heart disease. دي مشكلة للبيرنتس ومشكلة لينا احنا كفيزيشن. احنا عايزين نعرف حاجات كتيرة خالص. ازاي تو سكرين اوت الكريتيكال كونديشن. How to deal with critical conditions especially in the neonatal unit. ونسأل مع بعضينا نفتح الضغط ولا ما نفتحش الضغط، نستشير ايكوكارديوغرافر ولا بيدياتريك كارديولوجيست. احنا كفيزيشن النهارده هنحاول بقدر الامكان نعرف امتى تو كونسلتيت ا بيدياتريك كارديولوجيست وهاو تو ايميديتلي مانج اي كريتيكال كيس. البيرنتس دايما بيسالوا على حاجات كتيره خالص. ايه تاثير الكونجينيتال هارت ديزيز على الجروس اند ديفلوبمنت؟ هل الفاكسينيشن بروتوكول از ذا سيم از نورمال تشايلد؟ هنبص كمان على هاو تو فولو اب ذيس كيسز ويز كونجينيتال هارت ديزيز. ميديكيشن، انترفينشن، سيرجري. عايزين ايه الريد فلاجز؟ ونعرف ايه هي الكريتيكال ساينز اللي احنا نخاف ونكون رابيدلي انترفين اور كونسلتيت ا بيدياتريك كارديولوجيست. النهارده هنخرج من هذه ورشه العمل واحنا كلنا عندنا فكره كبيره جدا عن هاو تو ديل ويز congenital heart disease as parents and as dealing physician. معانا النهارده كوكبه من اساتذه قلب الاطفال. عندنا تشير بيرسون ويل ان شاء الله انريتش ذا دسكشن. اهلا بيهم ومرحبا واهلا بيكم ومرحبا وان شاء الله نستفيد كلنا من الفيرست ورك شوب هاو تو ديل ويز ا تشايلد ويز congenital heart disease. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا بوجودي في المؤتمر الـ 17 لجمعية أطباء أطفال الصعيد، وأنا بشكر الدكتور مجدي على بداية ورعاية مؤتمرات الصعيد. احنا كلنا تعلمنا منه في الحقيقة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كان أنا عايز أسميه أبو مؤتمرات الصعيد في الحقيقة يعني. فاحنا بنشكره على الدعوة الكريمة وبنشكره انه جمع الأحبة، وكعادة الدكتور مجدي الكرم الحاتمي ولا نزكيه على الله طبعا، وانه يعني بيحاول يقدم كل ما هو جديد. وربنا يوفقك يا دكتور مجدي ونحضر لك المؤتمر ال 37 كده ان شاء الله يعني بإذن الله. يسعدني co-chairing this session with بروفيسور دكتور مصطفى عبد الرحيم، دكتور شادي علواني، دكتورة دعاء، دكتورة عصام خيمر. ودي الجلسة الأولى للمؤتمر، وهنسعد فيها بأور إيمننت سبيكرز دكتورة رشا عمار ودكتورة رانيا حجازي والأخت الفاضلة الدكتورة آية فتوح، اللي عشرة قديمة يعني من زمان وياما شرفتنا ببني سويف يعني. ف هنسعد بيكم وهنسعد بالورك شوب الجميل ده وكلنا ان شاء الله هنستفيد منه. اتفضلوا. انا عايزه اشكر الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى كامل على دعوته الكريمه، والحقيقه انا مبسوطه وفخوره ان انا بشارك معاكم في المؤتمر ال 17 لجمعيه اطباء اطفال الصعيد، وان شاء الله نستفيد مع بعض من الورك شوب. وعايزه اشكر كل التشير بيرسونز اللي مشرفينا النهارده وكل الاتنديز. بيشاركني ان شاء الله النهارده في السيشن استاذه الدكتوره رشا عمار، استاذه الدكتوره ايه فتوح، اساتذه طب الاطفال في كليه طب القصر العيني وتخصصنا البيدياتريك كارديولوجي. وزي ما الدكتور مجدي تفضل وقال، الكونجنتال هارت ديزيز از باي فار ذا موست كومن بيرث انوميلي. الحقيقه واحد يعني بنشوف حالات كتيره جدا، 8 في كل 1000 لايف بيرث هيتولد وهو عنده كونجنتال هارت ديزيز. وبقى في ادفانسز كتيره جدا في العلاج وفي الباليشن، لان وادت ده الى سرفايفل ريتس كبيره، واطفال كتيره جدا بيعيشوا فترات طويله suffering from a congenital heart problem لغايه ما يتعالجوا فاينلي. وبالتالي ده خلق نيد عند الجنرال بيدياتريشن انه يبقى عارف ازاي يتعامل مع الاطفال دي، لان عندهم كومبلكس نيدز
والقصة دي خلقت دور مهم للتيم وورك، تعاون ما بين الجنرال بيدياتريشن والبيدياتريك كارديولوجيست عشان يوصلوا الكوميونيكيشن بينهم تبقى ممتازة لصالح الطفل، لان احنا كبيدياتريك كارديولوجيست بيبقى عندنا شوية ديفيشنسيز في حاجات كتير من الانفورميشن اللي محتاجها للطفل، وفي نفس الوقت الجنرال بيدياتريشن محتاج يبقى عارف ان الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز ده عنده سبيشال نيدز. الكلام ده خلق جاب، الجاب ده النهارده بنحاول نملاه من خلال الورك شوب ده. فلازم نسال نفسنا سؤال، هل كل جنرال بيدياتريشن محتاج يبقى عارف معلومات كبيره عن الكومبلكس كونجنتال هارت ديزيزز والاناتوميك كومبلكسيتي بتاعها، ولا محتاج يعرف ازاي يتعامل بس مع الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز؟ الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس جاوبت على السؤال ده بوضوح وحطت منشور مهم جدا اسمه ذا كير اوف تشيلدرن وذ كونجنتال هارت ديزيز ان ذا برايمري ميديكال هوم. البيبر دي او المنشور بتاع الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بيجاوب على ايه دوري كجنرال بيدياتريشن في حياه الطفل اللي عنده كونجنتال هارت ديزيز من اول البري نيتال بيريد. واحنا عارفين ان بالفيتال ايكوكارديوجرافي بقينا بنشخص حالات كتير، ولازم نبقى مستعدين ان الطفل اللي هيتولد وذ كونجنتال هارت بروبلم ابقى بولده في نيكيو جاهزه وانا عارف انا هعمل له ايه وعندي بلان لي والبارنتال سبورت. ودوري كنيناتولوجيست دكتورة رشا هتكلمنا ازاي اعمل سكرينينج للاطفال دي، وي دو نوت وانت تو مس الاطفال اللي مولودين وذ كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز، لما اشخصه اقدر بروسيد معاه بروبرلي ازاي، مين الاطفال اللي عندهم جينيتك سيندرومز تحتاج مني كاردياك سكرينينج. البارنتال سبورت هنلاقيه ماشي في كل دور للبيدياتريشن، الجنرال بيدياتريشن ده كتير من الدكاتره عارفين ان في علاقات بتبقى بتوصل لصداقه ما بينك وبين اهل العيان، فانت دورك تسبورت الطفل ده واهله لغايه ما يوصل لبر الامان. دكتوره ايه هتكلمنا على النيوتريشن بتاعهم ماشي ازاي، كلنا عارفين ان one of the biggest challenges في حياه الطفل الكونجنتال هارت ديزيز انه ما بيكبرش كتير، تبقى البيبي مولود بيرضع كميات معقوله لكن مش عارف يكبر، ازاي اقدر اساعده وازاي اقدر انصحه كجنرال بيدياتريشن، هل في فاكسينيشنز معينه لازم اركز عليها، السؤال اللي كل ام هتساله لك ينفع ابني يمارس رياضه ولا لا، كل الاطفال بتمارس رياضه وانا عايزه ابني يبقى شكله طبيعي. اسئله كتير هنرد عليها مع بعض النهارده، وهنبتدي بالاستاذه الدكتوره رشا عمار اللي هتكلمنا على النيناتولوجيست رول ان سكريننج فور كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز. صباح الخير، احب يعني اشكر استاذ دكتور مجدي كامل على يعني الدعوه الكريمه دي، واول مره الحقيقه يعني اتشرف بالحضور لعروس الصعيد، big pleasure and honor. النهارده اول توك هنتكلم فيها هو ايه الرول بتاع النيوناتولوجيست في screening for critical congenital heart disease. طبعا احنا عندنا الايرلي ديتكشن هو الغرض منه ان احنا نقدر نعمل ايرلي مانجمنت، يعني نقدر نسيف اللايف دي. فعندنا تو تايبس اوف ايرلي ديتكشن اوف كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز، يا اما بالفيتال ايكو وده استابليش طبعا بقاله فتره والسكسس ريتس بتاعته من 30 ل 50% من ده بيعمله طبعا الجاينيكولوجيست او اللي بيشتغلوا فيتال ايكو، والايرلي نيونيتال سكريننج اللي بيتعمل بالبالس اوكسيمتري. ده احنا ابتدى يبقى بتطبق في امريكا، الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس حطيته في البروجرام بتاع النيونيتال سكريننج من 2011، انه كل النيونيتس اول ما بيتولدوا في اول 24 ساعه بيتعمل لهم التست ده، وده قدر يشخص اب تو 50% اوف كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز. الحقيقه الدايجرام ده او الخريطه دي بتاعه العالم بتوري دي من على الويب سايت بتاع ال WHO، بيقول لنا احنا فين الدول كلها من تطبيق البروجرام ده، زي الحتت اللي هي البنفسجي دي اللي هم اوريدي استابليشت جزء من البروجرام، الحتت اللي هي الاورنج دي فيها مالتي سنتر ترايلز، الرمادي مش عارفين الستاتس بتاعتها، لكن الزرقاء واحنا طبعا يعني مبسوطين الحمد لله ان في مصر ابتدت تبقى في انترست او جروينج انترست في السكريننج.
بيتعمل ازاي البالس اوكسيمتري سكريننج؟ بيتعمل في او بعد 24 ساعه. لو هنخرج العيان قبل كده برضو بنعمله. بنقيس بالبالس اوكسيمتر في الرايت هاند وان اوف ذا ليمز في الاماكن اللي متحدده دي. بنشوف القرايه ما بين الرايت هاند وان اوف ذا ليمز. لو في ديفرنس اكتر من 95% يبقى ده فيل تيست يعني كويس باس تيست اقصد. لو هوريكم يعني طبعا ايه البروتوكول بتاعه الديتكشن. 50-70% من الحالات كان بيديتكتد باي بالس اوكسيمتري سكريننج. هنا بقى في فرق تاني السنسيتيفيتي بتاعته، دي حاجه تانية. السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا في الكونجنتال سينوتيك هارت، يعني مثلا اب تو 80% اوف كريتيكال بالمونري ستينوزس كان بيديتكتد باي بالس اوكسيمتري سكريننج. الدي تي جي اي، الهايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم، البالمونري اتريزيا. ميديوم السنسيتيفيتي في الكريتيكال ستينوزز والدبل اوتلت، ولو في الكواركتيشن زي ما احنا شايفين اللي هم الفيري كريتيكال كيسز اللي فعلا بيحتاجوا early management within the first day or two هم اللي بيقدروا يتشخصوا بالبالس اوكسيمتري سكريننج، ودي حاجه كويسه. ده الانتربريتيشن. احنا بنقيس زي ما قلنا الاكسجين ساتوريشن ما بين الرايت هاند والفوت 24 ساعة، ده الستاندرد لو العيان هيخرج من المستشفى بنعمله قبل كده. طيب عندنا ثلاثة possibilities، يا إما الفرق ما بين الأبر لمب واللور لمب أكتر من أقل من 3 والأكسجين ساتوريشن أقل من 90 ده أحمر أو ده failed screen، يعني ده بيحتاج further intervention. الأخضر طبعا معروف أنه هو ده pass test مش محتاجين نعمل له حاجة، اللي هو أكتر من 95% والdifferences ما بين الright limb والright upper limb واللور limb أقل من 3%. في بقى الخانة اللي في النص اللي هي اليالو أو البوردر لاين، دي اللي اتعمل عليها كلام كتير جدا لأن هي دي اللي احنا we don't want to miss الحالات. فبنعمل بنعيد الريبيت السكرين after one hour وبنعيد تاني another one hour. الحقيقة ده كان بيتطبق لحد 2019، لقوا ان الناس اللي في النص اللي هي الكاتيجوري الصفرة دي بنتأخر عليهم شوية، يعني ممكن الانترفنشن يتأخر ساعة او ساعتين. فبقى في ريفيجن للانتربريتيشن ده ابسط شويه، ان احنا بنقيس اول قياس في خلال 24 ساعه. لو فيلد، لو لقينا البالس اوكسيمتري سكريننج اقل من 89% يبقى ده فيلد. دو نوت ريبيت بالس اوكسيمتري سكريننج وريفير فور ايميديت اسسمنت، على طول بنبعته نعمل له ايكو نيونيتال ايكو، نوديه سبيشلايز سنتر عشان يبقى مانجد. لو لقينا من 90-94 او الديفرنس اكتر من 4% ساعتها ممكن نستنى 1 hour بس ونعمل ريتست تاني. امتى نقول باس؟ لو كان البالس اوكسيمتري سكريننج يا اما في الابر ليم او في اللور ليم اكتر من 95% او الديفرنس اقل من 3%، ده خلاص ده بنخرجه ونريفير لانذر يعني بيدياتريشن عادي مش محتاج حاجه. اذا اختصرنا الجزء اللي كان بيبقى ميست ده الى 1 اور وريتست واحد فقط. لو لقينا في الريتست ان العيان ده برضو بقى 94 او اقل بنعمله على طول ريفيرال للنيتال كاردياك اكزام واكو. هنا ده طبعا از فيري يعني مجرد ريمايندر لحضراتكم لانه مش كل حاله ساينوزز بنشوفها. يعني افترضنا ان احنا شفنا نيونيت، يعني لو احنا فعلا بنمارس وستريكتلي بنمارس قصه البالس اوكسيمتري سكريننج يبقى انا كده هبقى عارف كويس جدا ان العيان ده عنده فيل تيست وانا متاكد. طب امتى؟ مش كلنا بنعمل البالس اوكسيمتري سكريننج في مستشفياتنا، لكن امتى يعني نقدر نفرق ما بين الترو ساينوزز والتايبس اوف ساينوزز والسنترال والبريفرال؟ ساعات الامهات بتيجي تقول حاجات مسليدنج شويه، فده مينلي جلوبال ريمايندر ان في اي وقت احنا بنشوف العيان لازم نفرق ما بين الحاجات دي. طبعا السنترال ساينوزز لازم يبقى عندنا الاكسجين ساتوريشن بتاعنا واطي، والساينوزز بتاعنا بيبقى في الماوث وفي التونج. otherwise البريفرال ساينوزز الاكروساينوزز اللي في الايدين ده ما هواش
طبعا في other causes، يا اما السنترال ساينوزس ده، يا اما يبقى كارديوفاسكولار اللي هي الكونجنتال هارت ديزيز، او يبقى ريسبيراتوري زي الابر ايرواي اوبستراكشنز، اللور ايرواي، التشست كونديشنز، والاذرز اللي هو سبسيس والانيميا والهيموجلوبينوباثيز والميتابوليك ديزيز والسيجرز والبيرث تروما. دي من الكوزز برضو اللي بنشوفها. طيب احنا دلوقتي عندنا عيان عنده congenital heart disease، في حاجة اسمها clinical classification. يعني ايه؟ يعني انا بclassify disease according to the diagnosis. ده critical يعني محتاج early interventions، intervention سريع، ولا clinically significant، ولا clinically non-significant. زي ايه؟ critical congenital heart disease اللي هو collapse ممكن يحصل في خلال first 24 hours of life او of diagnosis. خلاص زي ايه لو not treated؟ زي TGA والcoarctation والinterrupted aortic arch والhypoplastic left heart والmitral atresia. السignificant اللي هو unlikely يبقى معاه collapse، ممكن يحتاج some kind of medical management زي VSD واللارج PDA والcomplete AV canal. لكن مين بقى اللي non-significant اللي ملوش يعني مش محتاج intervention، ممكن ما يحتاجش intervention؟ اللي هم small VSD والASD والmild aortic pulmonary stenosis. طيب احنا دلوقتي عرفنا الـ type of critical congenital heart disease وقدرنا نعرف. طب هل في حاجة ممكن تتعمل في الـ early neonatal period؟ بالفعل فيه. احنا بنقسم العيانين الكريتيكال لتو big categories او ثلاثة: الـ duct dependent pulmonary circulation والـ duct dependent systemic circulation. يعني ايه؟ يعني عندي عيان عنده hypoplastic left heart syndrome، الناحية الشمال من القلب دي مش مقفولة خالص، اذا الـ blood flow بتاع الـ rest of the body بيوصل via the duct، صح؟ بيباس الـ obstruction، فده duct dependent systemic circulation. يبقى ده هيحتاج ان احنا نكيب الـ duct دي open، بنكيب it open with intravenous prostaglandins اللي هو البروستين. طيب طبعا ليه complications و very expensive، وممكن يفضل العيان عليه يدخله في sepsis و bleeding. ممكن نعمل لو عندنا center موجود متخصص في حالات ال interventions في neonate، ممكن نبعت العيان ده يعمل حاجة اسمها ductal stenting. ductal stenting بنخش بالقسطرة بنحط coronary stents. طبعا ليها مقاسات وليها certain specification وليها learning curve وكل حاجة، بس بنسيب الستنت دي جوه الـ PDA عشان ما تقفلش وتو sustain life وتو sustain الـ blood flow لحد ما نقدر نعمل further procedure. الـ duct dependent pulmonary circulation زي الـ critical tetralogy of Fallot والـ pulmonary atresia والـ critical PS والـ tricuspid atresia، برضو نفس الحكاية. هنا احنا بنستنت الـ PDA عشان هي اللي بتوصل الـ pulmonary blood flow. دول extreme right-sided obstruction lesions، فاحنا بنمنتين الـ pulmonary circulation والoxygenation بتاع العيان عن طريق برضو نفس الحكاية الـ intravenous prostaglandins والـ ductal stenting. طيب هل احنا في situations ممكن تكونوا حضراتكم سمعتوا عنها، مثلا simple TGA او TGA عنده small PFO وما عندوش mixing والoxygen saturation بتاعه واطي، بنبعته للكارديولوجيست بيقول طب احنا هنعمل له راشكن بروسيجر او اللي هي البالون اتريال سيبتوستومي. دي بندخل واير جوه ال PFO دي وندخل عليه بالونه ونبول على البالونه دي فنفرقع الانتر اتريال سبتم، بدل ما تبقى بي اف او 2 ملي ممكن توصل ل 6 او 7 ملي وتعمل ادكوات ميكسنج. الحقيقه البروسيجر ده برضو بيدينا ويندو اوف تايم نحسن فيه الاكسجينيشن لحد ما نعمل ديفينيتيف سيرجري. لارج هيمودايناميكلي سيجنيفيكانت بي دي اي، هل ممكن نعمل لها كلوجر؟ بالفعل ممكن نعمل لها كلوجر في النيونيتس، بنعمل ميديكال كلوجر حتى بأورال ايبوبروفين، ممكن نعمل سيرجيكال كلوجر ليجيشن لو محتاج العيان ده، او المور ريسنتلي كمان ان احنا ممكن نعمل جوه الحضانه نقدر نعمل ترانس كاثيتر كلوجر ايكو جايدد. خلاص اب تو حتى ان البروسيجر ده بقى بيتعمل في البري تيرمز. الكريتيكال فالفرال ستينوزز والبالمونري ستينوزز والانيولر نيتيف كواركتيشن ممكن طبعا لو سيفير وعاملين ديسفانكشن نقدر نعمل لهم بالقسطره بالون اورتوبلاستي. لازم يبقى عندنا يعني اندكس اوف سسبشن
امتى نبتدي نشك ان العيان ده عنده critical congenital heart disease؟ لو عنده persistent central cyanosis, pallor او duskiness, unexplained acidosis و hypothermia, tachypnea و tachycardia, shock and collapse. هنا ده انا طبعا مش هخوض فيه، بس انا عايزة افكركم ان احنا ممكن نشوف العيان نفس العيان او عيانين مختلفين في مراحل مختلفة وببرزنتيشن مختلف. يعني ممكن يجي لنا عيان بكولابس، العيان ده عنده weak pulses، عنده pre و post ductal oxygen saturations فيهم فرق، وعنده abnormal differences في blood pressure، يبقى نفكر في ايه؟ نفكر في coarctation او interruption. العيان ده ممكن يجي لنا وهو cyanosed، هنلاقي ان عنده الاكسجين ساتوريشن بتاعه واطي، نحط له اكسجين ونستنى نشوف بيتحسن ولا لا، نلاقيه مش بيتحسن يبقى نفكر ان هو congenital cyanotic heart disease. عملنا chest x-ray ممكن نلاقي ان عنده heart كبير زي مثلا ال TGA او heart صغير زي التترولوجي اوف فالو، نلاقي pulmonary leukemia، فده يبقى cyanotic heart disease. ممكن بقى، وده الكومن تقريبا، ده بنسبة 50-60% من البيدياتريك براكتسز كتير قوي في الأوقات بتشوفوا أول appearing child عنده سنة عنده سنتين جاي يكشف عشان أي حاجة، وبتحطوا حضراتكم السماعة بتسمعوا murmur مش كده اللي هو طيب، فبيبقى الريفيرال للكارديولوجيست عشان وجود المرمر. نيجي احنا نعمل الاكو، كتير في 50% من الاحيان بنرجع لكم العيان ونقول لا، غالبا العيان ده كان عنده انوسنت مرمر، يا اما كان سخن يا اما كان هو حصل له جروث سبيرت والفجاه رفيع قوي، عنده انيميا اوكي، فعنده الفلو مرمر ده. ده طبعا لما بتشوفوه في العياده وقبل ما بتبعته لنا بنقيس الضغط، بنأساس بنبعته يعمل ايكو، وده مينلي 50% اوف الحالات اللي بنشوفها من حضراتكم. طبعا في حالات synonymous with congenital heart disease، يعني ما بنقدرش نقول مثلا عيان ترايزومي 21 او مونجول من غير او داون سيندروم من غير ما نقول غالبا ممكن يبقى عنده congenital heart، صح؟ في كذا سندروم معروفين جدا لما حضراتكم بتشوفوهم في العيادة بتبقوا alerted ان انتوا لازم examine the heart وتبعتوهم for further investigations. منهم الداون سندروم، طبعا ده معروف عنه الاي في كانال والاي اس دي والفي اس دي، وفيري ريرلي ممكن يبقى معاه تترولوجي اوف فالو. الترنر سيندروم اللي بيبقى معاه كواركتيشن واورتيك ستينوزز وميترال ستينوزز. النوننز سيندروم، الترنرز ده في البنات، النوننز نفس الفينوتايب نفس الفيشل فيتشرز بس بيبقى في الولاد. ده الترنرز بيبقى ليفت سايدد ليجنز والنوننز بيبقى رايت سايدد ليجنز، نلاقي عنده البالمونري ستينوزز وهايبرتروفيك كارديوميوباثي، الدايجور سيندروم والويليامز والمارفان. المارفان طبعا معروف بالاورتيك روت دايلاتيشن والميترال فالف ديس اوردرز، والادوردز معروف بالفي اس دي. دي طبعا الفينوتيبك فاريشنز اللي اكيد حضراتكم يعني ممكن تكونوا شفتوا. طبعا الداونز هو باي فار اكتر الحاجات اللي بنشوفها، المارفان سندروم العيان الطويل قوي الرفيع اللي الابر ليمز بتاعته طويله وعنده اراكنو داكتلي رفيعين وصوابعه طويله ورفيعه وهو طويل وفيري سكيني، وغالبا بيبقى لابس نظاره لان بيبقى عنده سبلاكسيتد لينس، وبيبقى عنده وايدلي سبيسد نيبلز، وبيبقى عنده الانتي كيوبيتال اوبتيوز انتي كيوبيتال انجل. ده اللي بيبقى عنده اورتيك روت دايلاتيشن. العيانين دول لما تشوفوهم حضراتكم في العياده هي دول بيحتاجوا ان احنا نعمل لهم فولو اب. ليه؟ لانه عنده ابنورماليتي اوف كونكتيف تيشو، يعني مش بالضروره او يعني مش بينزل بحاجه كونجنتال، ده حاجات بتتطور كل فتره. فالعيان ده لما تشوفوه حضراتكم بتبعتوه every year for echo assessment عشان نشوف الاورتيك روت دايمنشنز ونشوف اذا كان حصل له دايلاتيشن ولا لا، الميترال فالف ابتدت توسع ولا لا، زي ما هتبعتوه اساس النظر بتاعه ونشوف اللانس اخبارها ايه، برضو لازم نعمل الحكايه دي. الداون سيندروم بتولد بالديفكت، ده بيتشخص. الترنر سيندروم برضو زي ما انتم شايفين دي الفيميل اللي هي الاكس او، وده النونن سيندروم ده اللي بيتقال عليه الميل ترنر، ودول لاس فريكونت شويه، الادوردز اللي على اليمين والداي جورج اللي على الشمال.